بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابطال سنه تانيه اللي انا بحبهم قوي 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 قوي. النهارده ان شاء الله عندنا يونت 1 الوحده الاولى اللي هي ميت ماي فاميلي، بس هنخلص الوحده بقى، هناخد ليسنز 3 اند 4 الدروس الثالث والرابع. فيا بطل قبل ما تبدا الفيديو ما تنساش اللايك الجميله بتاعتك وتجهز كراستك وقلمك، ولو تفرج على تليفون تعمل تدوير لشاشه التليفون عشان تشوف كل حاجه واضحه، وما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تشوفنا تاني. واعتقد بس كده، يلا بينا يا ابطال نبدأ مع بعض فيديو النهاردة. جيران يعني ايه بالانجليزي؟ جيران يعني نيبرز نيبرز نيبرز. الابطال مركزين معايا وبيقولوا ورايا نيبرز ان اي اي، اقسم واغني واسمع نفسي ان اي اي G-H-B-O-R لغاية هنا neighbor جار واحد مفرد. طيب هزود S هيبقوا neighbors جيران neighbors 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 neighbors. طيب لو أنا دول جيراني وجاي أعرفك عليهم، افتكر بقى أول درس بقى هقول إيه؟ هقول these are لأن هم جمع. فاكر أول درس معانا؟ هقول كده يا أبطال these are، هؤلاء يكونوا my neighbors جيراني. these are my neighbors. ايه يا شطار؟ جيراني يعني ايه يا شطار؟ neighbors neighbors. these are my neighbors، هؤلاء جيراني. new يعني جديد، new 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 new. طيب هو انا ينفع مستر اقول new neighbors جيراني الجدد؟ لسه معزلين ونقلين عندنا فبقوا جيراني الجدد. وممكن يا بطل نقول، بص بقى للجمال ده، نقول these are، اعرفك عليهم كده these are، هؤلاء بيكونوا my new neighbors جيراني الجدد. وطبعا ده جديد برضو، ده نيو تيشيرت، تيشيرت جديد لسه التاج موجود عليه، فجديد يعني نيو 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 نيبرز جيران جدد. want يريد، want I want، انا اريد want 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 يريد want. I want to play، انا اريد ان العب. I want to help my mom، أنا أريد أن أساعد ماما. want يريد. يأتي come. طيب وتعالى come 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 and play، تعالى والعب come and play come 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 come. يأتي تعالى come 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 and play، تعالى والعب معايا come and play come come. يلعب play 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 زي ما قلت لك come and play come and play play. يلعب play يلعب play. they are playing، هما بيلعبوا دلوقتي play play play. help يساعد help 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 زي مامي بتساعد البنت بتقولها ترسم ازاي help. طيب I، بص للجملة دي I، فاكر want يريد I want to help، أنا أريد أن أساعد I want to help my mother، أنا أريد أن أساعد مامتي. يبقى يساعد يعني help help help. انتهيت finished، خلصت. لما تخلص حاجة قول finished okay. بتساعد ماما وخلصت قول finished، بتعمل الواجب وخلصت قول finished. فالولد ده دلوقتي بيقول finished انتهيت خلصت finished 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 F I N I F I N I S H E D S H E D finished. thank you شكرا.
تمام؟ حد ساعدني هقول له ايه؟ هقول له thank you، شكرا. thank you، واخدت بالك من thank you، thank you مش thank you هغرقك، لا thank you، شكرا. thank you، thank you، thank you، thank you، شكرا. thank you، thank you، شكرا لك. thank you علامة تعجب طالعة من قلبي. thank you، شكرا. friends أصحاب، خدناها في أول سيشن. friends، these are my friends، دول أصحابي. friends، friends. beach، شاطئ. بص بقى يا بطل، احنا كده دخلنا في lesson 4. ال CH صوتهم هما الاتنين كده مع بعض، تش تش، بيتش بيتش، خلاص تش، كأن في تي كده او 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 ت ساوند. بيتش بيتش بيتش، بي تش بيتش. طيب انا لو ضفت اي تبقى تش ايه؟ تش تش تش. ايه تش دي موجوده فين؟ تش بص يا بطل، children، children أطفال، children، 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 these are children، 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 ماشي. chips، chips، شيبسي غير صحي، تعرفش ما تاكلوش، مش مفيد يعني، okay. chips، 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 ماشي. chicken، chicken، دجاجة. chicken، 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 دجاجة. chicken، 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 chicken. يعني احنا بندرس صوتيات، بندرس صوتيات. ال ch زي beach، beach. chi ch، children، chips، chicken. طيب عندنا كم جملة كده تعالى نعرفها وبعد كده ننتقل للكتاب. هاني and هنا، مالهم هاني وهنا؟ عارفهم، مالهم. have، عندهم new neighbors، جيران جدد بقى معاهم، بقى عندهم جيران جدد، جالهم جيران جدد. هاني and هنا have new neighbors، هاني and هنا have new neighbors. تمام. come and play، تعال والعب. امتى اجي العب؟ امتى؟ this afternoon، في فترة بعد الظهر. come and play this afternoon، come and play، تعال تعال نقعد هوا ونلعب. this afternoon، come and play this afternoon. let's help، يعني ايه let's؟ هنحفظها يا ابطال. let's يعني هيا بنا، يلا بينا. let's هيا بنا، تمام. let's يلا بينا بيجي بعدها فعل في المصدر اللي هو infinitive، اللي هو فعل بدون اضافات. يعني اقول لك مثلا help، يساعد. فلو سمحت ما تضيفش ing، ما تقولش helping، ما تضيفش s وتقول helps، لا help. let's help، هيا بنا نساعد. طيب هيا بنا نلعب، let's play. طيب هيا بنا نأكل، let's eat. طيب هيا بنا ننام، let's sleep. يا أبطال let's مهمة جدا، لازم نعرفها يا أبطال. L-E-T apostrophe S، دي اسمها apostrophe. L-E-T apostrophe S، L-E-T apostrophe S، L-E-T apostrophe S. let's، let's، let's. I want to play، أنا أريد أن ألعب، أنا عاوز ألعب. I want to play، I want to play. برضو 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 want to معناها يريد أن، بيجي بعدها فعل في المصدر. فرض انا عاوز اكل، اقوم قايل I want to، انا اريد ان eat، فعل بدون اضافات. فرض انا اريد ان انام، I want
to sleep. أنا أريد أن أنام. I have to. Have to يعني مضطر. أنا مضطر. برضو بيجي بعدها فعل في المصدر. I have to help. فعل في المصدر. أنا مضطر أساعد my parents. أبائي. لا مفيش لعب دلوقتي. لما خلص مساعدة الأول. I have to help my parents. أنا مضطر أساعد أبائي. I have to help my parents. أنا مضطر أساعد أبائي. تعال بقى ننتقل لآخر حاجة معانا. الكتاب. نبص مع بعض كده في الكتاب بتاعنا. يلا يا أبطال. Lesson 3. الدرس الثالث عبارة عن story. عن قصة. القصة دي اسمها New Friends. أصحاب جدد. فهنا picture number one. الصورة الأولى. ركز فيها كده. هتلاقي في جيران جدد. وهتلاقي في أطفال جدد. وهتلاقي هنا وهاني. فمكتوب كده هاني and هانا have new neighbors. هاني وهانا عندهم جيران جدد. وشافوا جيرانهم فعلا الصبح. ففي الصباح بنقول good morning. فنمبر 1 البنوتة الجميلة دي قالت good morning I'm Rana. Good morning I'm Rana. وأخوها الجميل قال I'm Rami. وأنا رامي. These are my parents. ودول أبائي. This is my sister. وهذه أختي. These are للجمع و this is للمفرد. وهنا قالت I'm هنا. أنا هنا. This is my brother هاني. وده أخويا هاني. طيب number two. هاني and هانا. هاني وهانا want to play. عاوزين يلعبوا with رامي and رانا. مع رامي ورانا. فهنا الولد ده بيقول come and play this afternoon. هاني بيقول لرامي come and play تعالى والعب this afternoon في فترة بعد الظهر. فرامي قال له I can't أنا لا أستطيع. I have to أنا مضطر help أن أساعد my parents أبائي. I have to help my parents أنا مضطر أساعد أبائي. فبعد كده هاني قال له يا سلام بص بقى We can help إحنا ممكن نساعد إحنا كمان هنيجي نساعدكم. We can help. طيب فعلا هاني helps رامي. هاني بيساعد رامي. ولما هاني خلص مساعدة قال finished انتهيت خلصت finished. فرامي طبعا لازم يقوله شكرا. Thank you. شكرا لك. Thank you. جيت وساعدتنا. دلوقتي بقى نلعب. Let's play. هيا بنا نلعب. Let's play. هيا بنا نلعب. حتى الأسر نفسها بقى بابا رامي ورنا وبابا هاني وهنا ومامتهم بقوا أصدقاء. The families الأسر are now friends. هم كمان بقوا أصحاب. فبابا هاني وهنا بيقول good evening. ده بقى لما جه المساء. فقال good evening مساء الخير. فبابا رامي ورانا قال له good evening. التحية بتترد زي ما هي. Good evening. وهنا رامي بيقول these are my new friends. بيعرف ماما بيقول لهم هؤلاء هم أصحابي الجدد. هاني and هانا. وهانا برضو بتقول لباباها These are my new friends. هؤلاء هم أصحابي الجدد. رامي and رانا. رامي ورانا. طيب lesson 4 الدرس الرابع CH. طيب CHI ch. فعندي ch e ch children أطفال. Chicken الدجاجة. Chips
الشيبسي اسمه تشيبس تشيبس، والشاطئ بيتش 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 الشاطئ. وتمارين جميلة بقى، دول ايه؟ دول children. طيب ده ايه يا ترى؟ بيتش. نبدأ ان احنا نكتب الكلمة. اوكي، الوان سيلابل يعني الكلمة المقطع الواحد، والتو سيلابلز اللي هي الكلمة المقطعين. طبعا بيتش مقطع واحد، بيتش كلها مقطع واحد بيتش، لكن كلمة chicken chicken الكلمة دي two syllables مقطعين chicken chicken. طيب وبكده نكون عندنا بقى lesson 5 اللي هو lesson بتاع البروجكت، النشاط اللي انت بتعمله بقى قص ولزق وحاجات جميلة كده، انك تبدأ انك تعمل heart، تعمل قلب وتكتب مثلا عليه الفاميلي ممبرز افراد الاسره وهكذا. احنا كده خلصنا السيشن النهارده. ثانك يو فور واتشينج، شكرا ليك، شكرا للمشاهده وانك كملت الفيديو معايا للاخر. خلصنا وهتوحشني كتير جدا لغايه السيشن الجاي ان شاء الله، اللي هيكون عندنا بقى يونت 2 الوحده الثانيه ماي بادي جسمي. ما تنساش قبل ما تقفل بص كده، عملنا لايك للفيديو ولا لا؟ مشتركين في القناة ولا لا؟ لو مش مشترك ياريت تشترك. وبكل أسف هقول لك دلوقتي سلام، goodbye.